القائمين على هذه التنظيمات والانطلاقات السريعة مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى، مباشرة إلى من يبحث عن السيارة، إلى من يبحث عن الزعفران، إلى من يبحث عن ناموس ونقطة مسائية في سن الإجذاع، في سن الإمتاع، مباشرة مع بديع محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري يشاركنا في المركز الأول والصدارة، وهذا هو يقود له هذه الأسماء المنطلقة، يقود له هذه الأسماء الرائعة. وأنتقل أيضا إلى المركز الثاني، مصورنا يعطينا المركز الثاني الآن مع هذا التحدي وملاحقة الأسماء الباحثة عن الفوز والباحثة أيضا عن تحدي وعن سيارة. شكرا يا المخرج، شكرا يا أسامة. المركز الثاني هذا هو وصل مغير بن سالم العميمي مع عنيد، ينتقل نقلة رائعة مع المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث يبدو أن الوصول من دهمان لمحمد بن عنزان النعيمي مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنالك صالح بن خلفان بن راشد الغفلي يصل مع المركز الآن الخامس. تدخل سريع من مكلف علي بن ناصر بن سعيد الشيبة مع المركز الخامس. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، المركز السادس الوصول أيضا من ضمن الأسماء يا لطام راشد بن مطر بن سيف اليابري، ودخول على المركز الآن السابع. المركز السابع أيها الأخوة المركز السابع، المركز السابع يحمل رقم 65 السيف ناصر بن عبيد بن سالم المزروعي، والوصول والتسلل ايضا من قبل اشقر سهيل بن سعيد بن طاهي الراشدي. والمركز الثامن، المركز التاسع وصل ايضا من قبل سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري. وفي المركز العاشر ايها الاخوة الكرام، المركز العاشر التسلل ايها الاخوة الكرام من قبل راهي حمد بن يعان بن حمد الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى من يحلق. الله الله الله، هنا أيضا مخرجنا العزيز يعطينا أفضل توقيت زمني وأفضل توقيت رائع في الفترة المسائية، المركز الأول والشوط الأول والتوقيت الأول 9:09:09 من الثاني، وهذا هو انتاج المختبر. هذا هو يا سلام انتاج المختبر، والام سمحه وسياسه مع الكاس والاب جبار، وهذه صوره لسمو الشيخ سلطان بن حمدان حفظه الله ورعاه ويسلم صاحب المركز الاول وصاحب المجسم، ويتابع ويكمل مجريات واحداث هذا المساء. انتقل الى المركز الاول وإلى بديع محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. المركز الثاني مكلف يا سلام علي بن ناصر بن سعيد الشيبة مع المركز الثاني. المركز الثالث يبدو أن وصول الآن مع المركز الثالث أيها الأخوة الكرام، هنالك صالح بن خلفان بن راشد الغفلي اليرسم الذي وصل مع المركز الآن الثالث. وبدوري أنتقل لأشعار الطيارة برق سعيد بن غلام بن موسى البلوشي من بدأ ينضم إلى المراكز المتقدمة، بينما هنالك الوصول أيها الأخوة الوصول والتسلل من لطام راشد بن مطر بن سيف اليابري مع المركز الآن السادس. وفي المركز السابع، أيها الأخوة التدخل، الله 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 الله، لطام الذي وصل لطام أحمد بن الشيب السبوسي يصل مع المركز الآن السابع والمركز الثامن. المركز الثامن وصول من وضاح مع ضحي بن مبارك ضحي الاكتبي. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الاعزاء الوصول من الحذر سالم بمخيت بالسم المنصوري، وعاشرا الغزال سعيد بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي مع المركز العاشر. هذه هي الاسماء ايها الاخوه، هذه هي الشعارات ايها الاخوه التي تحظى بتغطيه اعلاميه متواصله للعشره الاسماء الاولى. أعود مع الانفراد يا سلام يا بديع، المسافة الطويلة بينه وبين بقية الأسماء، وكادر خاص وبل شاشة كاملة الآن ترصد لنا اسم بديع
مع محمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري من يشاركنا ضيفا عزيزا في هذا الميدان وفي هذا المهرجان، بالأخص مخرجنا العزيز يعطينا المسافة الطويلة بينه وبين بقية الأسماء، ويعود مرة أخرى مع المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، مكلف علي بن ناصر بن سعيد الشيبة مع المركز الثاني. المركز الثالث وضاح مع ضحي بن مبارك ضحي الكتبي، ووصل وصل هذا المنطلق للطام احمد بن الشيبة بن سلطان السبوسي. يلا يا راشد، يلا يا راشد غادر، بينما الوصول من الجهة الاخرى للطام راشد بن مطر بسيف الجابري، والتسلل ايضا من الجهة الاخرى من قبل شايم، شايم من هيان بن حماد بصغير العامري اول اذاعة له. وصول ايضا، وصول ايها الاخوة الكرام من قبل داهل لعلي بن راشد محمد البريصي المري شعار بن راية، بدأ ينضم ولكن اشوف شعار نشوان مصبح بسيف بن كاسب المسافري الذي بدأ ينضم بهذا الشعار المنجز والمبدع، بينما الوصول ايضا من قبل السيف صالح بن حمد القمرة المري مع المركز الان السابع، بينما المركز الثامن مياس محمد بن خميس بالصوب الاكتبي، ووصول ايضا وانتقال من سياف لسالم بن عبد الهادي مصالح المري، وايضا ايضا هنالك التسلل من الجهة الاخرى الذي يبحث عن نقطة رائعة في هذا المساء الجميل. هنالك سلهود حمد بن متعب بن حمد العامر يعود عند المقدمة، اعود مع الصدارة، يا سلام يا سلام يا سلام، بديع 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 في موقع الابداع، كم انت يا بديع مبدع، كم انت يا بديع مبدع، قام راس وسوف ينهي راس. نظل على هذا المنوال رغم الضغوطات القادمة مع بن رشيد ومع بن راية ومع الاسماء الملاحقة كالقمرة وغيرهم والشيبة، وايضا الكثير من الاسماء، هنالك بن حماد العامري والاسماء القادمة، ولكن بديع بديع يا بديع، اهالي السيح، اهالي الهفوف، اهالي الحسا، اهالي المملكة، قدموا يا سلام. هذا هو يصل مع المركز الثاني، يبدو انهم عندهم راي اخر، يبدو ان السلام خلاص انتهى، سلام الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، سلام يا ميدان السيح، سلام يا الهفوف، سلام يا الحسا، سلام يا شرقي، سلام الى كل من يشارك وينتصر. هذا هو خلاص، عبر بسلامات، عبر مع داهل اسم على مسمى علي بن راشد محمد البريص المري، يا سلام، هذا هو يعانق خط النهاية، سلام من القلب إلى القلب إلى بن راية وإلى كل مشجعي هذا الشعار. المركز الثاني للطام أحمد بن الشيبة بن سلطان السبوسي، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء سيف لصالح بن حمد القمرة، المركز الرابع الوصول من سياف لمبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، المركز الخامس بديع لمحمد بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. هكذا ايها الاخوه الكرام التوقيت الزمني من مخرجنا العزيز، التوقيت المركز الاول 9 دقائق، مشاهدينا متابعينا الاعزاء 9 دقائق 24، 5 اجزاء من الثواني، داهل علي بن راشد محمد البريص المري المركز الاول، المركز الثاني، المركز الثاني هنالك التحدي مع المركز الثاني لطام احمد الشيبه السبوسي 9 دقائق 28 3 اجزاء، المركز الثالث سيف صالح حمد القمره توقيته الزمني مشاهدينا الاعزاء 9 دقائق 9 دقائق، هذا هو على الشاشه مشاهدينا الاعزاء 9 دقائق 31 وثانيتين، تهانينا والناموس للجميع.